فإن العفو عند المقدرة من أجل مقامات الحزم، العفو عند المقدرة من أجل مقامات الحزم، وكلما ارتفع الإنسان عن الحقد والانتقام كان أهلاً لأن يكون في الناس إماماً. كلما ارتفع الإنسان عن مواطن الحقد والانتقام كان أهلاً لأن يكون في الناس إماماً. العربي يقول: وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. فالإنسان الأبي الشهم يعلم يقيناً أنه حتى يتأتى له السؤدد لا بد أن يترك مسألة المبادرة إلى الانتقام، ولا ريب أن هذا له تبعات. والعرب تقول: ما انتصف كريم قط. ما معنى ما انتصف؟ سكت المشايخ، يعني ما أخذ حقه. لا يمكن يوجد كريم. كريم هنا مو معنى يعطي، أحد صفاته هذا كريم، يعني حسن المعدن. الله يقول: من كل زوج كريم في النبات. ما انتصف كريم قط. لكن والله إذا أنت تريد أن تعارض زيدا وعمرا وخالدا ومن يبيع كذا ومن يشتري كذا وفي بيتك وفي أهلك، وتظن أن هذا هو السؤدد، ابتعدت بعدا تاما عن طرائق السؤدد. لا بد أن تتحمل، ولن تجلس حيثما تحب حتى تمر على مجالس تكرهها. لن تجلس حيثما تحب حتى تمر على مجالس تكرهها. ولو قرأتم في سير الأئمة والكبار، وأنتم كذلك تقرؤون، لرأيتم عجبا كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه. وعموما كل شيء إنما يبلغ ويوصل إليه بعون من الله وتوفيق، والعلم عند الله.